التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كل محافظات جمهورية مصر العربية، هذا فضلا عن الاتفاق أيضا على إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء والأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم الإعلان عن شروط التقديم والمواعيد لاحقاً.